18 معرض يعد من أهم المعارض التي تساهم في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الكويت والدول المشاركة، كما يهدف إلى تحويل الكويت إلى مركز للتعاون الاقتصادي في المنطقة ويضع أسسا للاستثمار المشترك، والذي سيعقد في شهر فبراير المقبل. المعرض راح يكون له إضافة كبيرة في بالنسبة للصادرات والواردات الكويتية، كذلك التنسيق والتسويق للمنتجات الكويتية المصنعة، لوضع لها وكلاء أجانب لعمل الصادرات الكويتية بشكل أكبر. في المقابل كذلك عرض المنتجات الموجودة في الشركات الأجنبية اللي تعرض في هذا المعرض، في أنه يعطي شريحة كبيرة من القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة المتوسطة أخذ هذه الوكالات وتوزيعها بالكويت والعمل عليها. الاجتماعات التنسيقية لمعرض الكويت التجاري الدولية تضم العديد من الجهات، منها الشركة الكويتية للاستثمار والتي تتمثل مشاركتها في معرض إكسبو بإقامة معرض الصناع العالمية. وبدأنا من السنة الماضية بمشاركة خليجية، والسنة هذه معنا مشاركة عالمية، عندنا مشاركة من أمريكا ومن ماليزيا ومن ألمانيا، ويعني الحمد لله العام كان 60 مشارك، اليوم هذه السنة تقريبا وصلنا 85 مشارك باختراعاتهم يشاركون معنا، وهذا الإنجاز يسجل إلى الكويت طبعا ويسجل إلى حضرة صاحب السمو اللي يعني أعطانا رعايته بحيث أنه يقام هذا المعرض في دولة الكويت. هذا الحدث ستحتضنه أرض المعارض الدولية كونها مؤسسة متخصصة في إقامة المعارض. شركة معرض الكويت الدولي راح تستضيف معرض إكسبو 2018، راح يقام إن شاء الله في صالة 5 و6. صالة 6 راح تكون تحت رعاية وتنظيم شركة معرض الكويت الدولي، وصالة 5 راح تكون راح ينظم فيها معرض الميكر فير. المعرض التجاري الدولي ينظم للمرة الثانية وراح تشارك فيه أكثر من 22 دولة. يعد هذا المعرض من أهم التظاهرات الدولية التجارية التي تشهدها الكويت، والذي يساهم وبشكل كبير في تعزيز وتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين الكويت ودول العالم.